السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم نزلت على المنتدى، حكيت لكم اي لعبه اليوم ننزل، كود موبايل، ببجي، بلود سترايك ولا ورزو موبايل. 9% منكم اختاروا ورزو موبايل، لذلك ورزو موبايل. اليوم في شيء كثير مرتب راح نجربه، واحد من احلى سكنات ورزو موبايل. هاي البندل اصلا صار لها في اللعبه قريب الاسبوعين، يعني اصلا قربت تخلص. اسم البندل داون فروم ذا سكايز، يعني استغفر الله نزل من السماوات. اخوان السكن فيه هيك هيبه مو طبيعيه. قديش سعره؟ 2400 سي بي. حتى ما بعرف سجاد التاجر قديش بوفره. سجاد التاجر بيوفر لك احسن العروض اللي تشحن فيها حزم ورز موبايل واي شيء، يعني بلاكسل، حزمه، عجله حظ، يشحن لك كل البلدان. سعره اقل من اللعبه ومضمون، يعني انا ضمانتي. اوكي شيك عليه، الرابط راح يكون في الوصف. وخلينا نكمل مع العجله. العجله هاي فيها فينش، انا بالنسبه لي شخصيه ماشي يعني 10 من 10 تمام. الفينش تبعها 11 من 10 يا جماعه. ايش يعني تعمل زي هيك لواحد يطير برا الماب؟ ايش فيه؟ لازم نشتريها ونجربها، بس في مشكلة صغيرة. المشكلة انه معها سنايبر، وانا بالسنايبرات اصلا يعني انا بكود موبايل صار لي 4 سنين انه بسنايبر. ورز موبايل ايش راح يصير فيي هسا؟ بنشوف. اكس ار كي، اوكي؟ ومعنا الرام 9، تمام؟ راح ما بعرف شو اخبار الرام 9. 2400 سي بي، اضرب. تهانينا. تم الشراء. طيب فتحنا كل شيء، هاي موجودة في هاي شخصية الاباين، خلينا نروح نجهزها وارجع لكم. جهزت الكلاس ورجعت لكم. الرام 9 كيف ليفله عندي 1؟ مش كاين لاعب فيه ولا هو سلاح جديد ولا ايش فيه؟ راح نشوف شو وضع السنايبر والسلاح. التركيبات هي اللي على السكنات، والحركه القاضيه حلوه هاي. الفينش لمسه الوداع. راح نجرب كل هالاشياء مع بعض. خلونا ندخل ملت بليار سريع، نجرب سلاحين بعدين. شوت هاوس، لا شترلاند. و ليتس جو. حلو بس مش حلو، حلو بس مو حلو، لانه بدخلني مباراه جماعيه. بتعرف مباراه جماعيه بتعبوك فيها لانه بيكونوا مركزين على الكلات. شوف هذا الاستعراض، ايش استعراض مميز. هاي ما صارت في كود موبايل. ايه ده؟ دقيقه جماعه، وشو السلاح اللي معنا؟ رام 9، خليه بلاش انساه. استلم 10 ساعات يفتح سكوب. نايس مثل، عن جد نايس. يا ولد شوي اصبر، انا مالي ومال السكوبات في ورد موبايل. تعال روح. مش هينفع نلعب سنابات هانا. مش بحكي لكم مش هيزبط نلعب سنايبر هون، لازم كروس فاير. شو كروس فاير؟ مش زابطه. هو كيف انا بضرب؟ اوف، وان شوت تو كيل في الهيد. تمام دقيقة. اوه مجرب تضرب هيك. شو احكي عن خيبتي انا هسه؟ لا اله الا الله، لازم ابدل مكان الزفت هاي، لانه كل ما ابدل سلاح بيطلع. دقيقه ارجع سلاحي، في مجال ارجع سلاحي. لا اصبر، نفسي افهم انا السلاح ليش مش لاعب فيه من قبل. رام 9 يا اخوان، مش كان بالزباب اللعبه. يا سلام. عم هذا الحكي مش هيزبط، خلونا نروح ندخل جيم احسن لنا من الحكي هذا. يا ساتر راسك، شو صار فيه؟ صار كيس ملاكمة. دقيقة بدي كويك سكوب لو سمحت. اوه اخيرا يا اخي. دقيقة بدل الاعداد هذا الزفت. يا ساتر. اوف نور سموك. اخبط. ايوه شفتوا، بدلت مكانه، زبطت الامور. ها مش كل شوي هيفاجئني بسلاح جديد وانا ماسكه. شو ها؟ اوه شيت. اوه يا سلام. دقيقة انت مين؟
في مجال اخبط واحد هيك. يو ساتر اصبر. شو ها دور علي دقيقة وخلص الجيم اساسا، مش باقي شيء مش باقي شيء مش باقي شيء. صبرك علي، فزنا. يو في الجيم الماضي كنت العب على جرافيك مرتفع حلو، حاليا نزلت الجرافيك للو. هذا جرافيك لو تمام. تعرفوا شيء، ذيك اليوم جربت العب باتل رويال وورزون عفوا كود موبايل في ماب الكتراز، قسم بالله لا يطاق. شايفين هذا الجرافيك؟ ها شوف، ادخل الاعدادات رسوميات، كم جودة المرئيات؟ منخفض. والله العظيم ما نزلت ال دقيقة يا ولد يا ولد يا ابني اصبر. ما نزلت المرئيات لإشي إلا عشان تزيد الفريمات وتأكد من الأمور تمام، بس صدقا حرارة الجهاز جدا عادية. أنا مش عارف مالي بطبل اللعبة كأنهم دافعين لحق لف. اسمعوا تلعبوها عشان تمسحوها. اكتشفت كمان إشي، إنه من أغلب الأشياء إنك تشتري سكن، لأنك حرفيا مش هتشوفه إلا وأنت إيش بالطيارة. إيش السكن، إيش السكن هذا يا رب يمنحوني الفرصة إني أنزل على سلاحي يا رب. تمنى فطس هلحقوا صح؟ هلحقوا صح؟ لا تحكي لي انه بالله، لا تقول لي خسرنا. لاموني الناس. دقيقة هذيك سألوني. طيب انا بقول ايش يعني، خلينا نجمع الفلوس شحدة تمام. عارفين ايش يعني، يعني دور على فلوس بتعبنا. حاليا صار قديش معي ابو، ما في فلوس. ها اي صندوق، يا رب ما يقتلوني. صار معي 5000. الدروب قديش سعره؟ اتوقع انه كونك تجيب كلات على اللاعبين احسن. يعني شوف هسه نقاط 5100 بس اشيله. احا الله يلعن الشيطان. شو هذا، صار معي 6000. قديش معك انت؟ نايس 7100. كل واحد بيعطيني 1000 بس اذا متت. يا نهار ابيض، شوف قديش. احا الدروب 20000 اكلنا هوا على يد بنجيبه. نايس ايه. نو 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 دقيقة، هيك هيك الوضع اختلف. قديش بعيد عن الدروب هو؟ اهرب هنا يا ماما. انت بس صح؟ بالله تشيله، اعمل فايت، تعمل لك شيء مفيد بحياتك، لا تفنشني. وفي ضرب جاهز، جاهز للتناول. اوبا اهو، راح افشخ صاحبنا. وين راح؟ شو ها؟ دقيقة، لم تزبط معنا. ننزلك ننزلك. هرب ده. شو هذا اثنين؟ حرام عليك والله، والله العظيم حرام عليك. لو فتح لي جولد وحل، ارحم نفسك. وي يا نهار ابيض، اكسجين طبيعي. اكسجين طبيعي. بس اهدى اهدى. لا بعد ما ضربت اثنين ثلاث. اوبا والله نزلني، والله نزلني واعملها. دقيقة احاول انقذك يا اخي. حرام يا الله، نزلت على الفاضي. خلينا نروح الصراحة سلي زين.